نحييكم من صوت لبنان، وهذه نشرة أخبار الخامسة والربع مع تحيات دعاء حمصي فرح، ريتا أسعد وجوزيف كريم على التنفيذ. العناوين: كر وفر على جسر الرينج وموقف ليلة الشغب في الحمرة في ثكنة الحلو وسط تحرك احتجاجي. الدولار يسجل تراجعا طفيفا عن 2400 ليرة، وكوبيتش يشيد بأداء سلامي في وقت لا يقوم السياسيون بأي شيء. بري متفائل حكوميا: سيكون للبنانيين حكومة قريبا. بوتين يقبل استقالة ميدفيديف. رئيس حزب الكتائب النائب سامي لجميل يستشرف المرحلة المقبلة والأزمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية مع نائب رئيس التحرير في جريدة النهار نبيل بومنصف والإعلامي مارسيل غانم في صار الوقت الخميس 9:45 مساء على شاشة الام تي في. صار الوقت ينقل البرنامج عبر صوت لبنان مباشرة وبالصوت والصورة عبر كتائب دوت أورغ. هل تصدق الهبة التفاؤلية الجديدة لولادة الحكومة؟ رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إنه سيكون للبنان حكومة قريبة، ومنسق الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يانكوبيتش الذي التقى بري سينتظر ليرى ما إذا كانت الحكومة ستنار نور فعلا خلال أسبوع. أسبوع هي إذن المهلة الجديدة لأفريقا الثامن من أذار لتنفيس الاحتقان ما بين بعبدة والرئيس المكلف وما بين عين التين والرئيس المكلف، حيث من المرتقب أن يعقد اجتماع بين بري ودياب يكون مؤشرا إلى مدى جدية التفاؤل الحكومي إن عبر اقتناع بري بتوجهات دياب لحكومة تكنوقراط أو يقتنع دياب بتوجهات بري لتوسيع الحكومة وتعديل مضمونها. أما للحراك فمهلة مغايرة دخلت في العد العكسي الذي ينتهي عصر غد، وفي الوقت الفاصل تستمر التحركات الاحتجاجية في بيروت والمناطق بعد ليل الشغب في الحمرة وما حمله من رسائل برسم السلطة السياسية ومخاوف قد يكون أبلغ من عبر عنها يانكوبيتش، معتبرا أن على السياسيين أن يلوموا أنفسهم لا الناس على هذه الفوضى الخطيرة، واصفا لبنان ببلد العجائب. يوم الحراك تميز بعمليات كر وفر ولا سيما على طريق الرينك التي أقفلها المتظاهرون وأعادت القوى الأمنية فتحها مرات عدة. من هناك مروان الأدوم. نعم ريتا، إذن في هذه الأثناء لا تزال الأوضاع على حالها هنا على جسر الرينج. المحتجون والمتظاهرون الذين كانوا من ساعات الصباح والظهر هنا في هذه النقطة استطاعوا منذ قليل أن يعني إقفال الطريق الممتد من جمعية المصارف أو من تقاطع بيت الكتائب المركزي الصيفي وصولا إلى جمعية المصارف. فجسر الرينج هذا المثرب هو قطعه الثوار منذ قليل بالعوائق الحديدية ما لبس أن وصلت مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي وأعادت فتح الطريق، لكن الثوار أصروا على تسكير هذه الطريق وأضرموا النار بالإطارات المطاطية ولا تزال الإطارات مشتعلة حتى الساعة. الثوار هنا ينتظرون ساعات المساء لكي يصبح العدد أكبر ويأتي من هو في منزله أو من هو في عمله، وهم يناشدون أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي
عبر يعني وسائل الإعلام الطلاب وكل من كان له بالعادة أن يأتي إلى هنا إلى نقطة الاعتصام المركزية هنا على جسر رينج بأن يؤذرهم هذه الليلة ليكمل أسبوع الغضب في يومه الثاني بالزخم الذي بدأ فيه بالأمس. أعتقد بأن الثوار لن يكتفوا بإقفال هذه الطريق فقط، بل سيعمدون في الساعات المقبلة عندما تصبح الأعداد كافية إلى إقفال جسر الرينج ولو لفترة وجيزة أو لفترة أطول مع ابتداء ساعات المساء. القوى الأمنية تضرب طوقا حول هذه المنطقة، هناك مكافحة شغب، هناك قوى أمن عادي، وهناك الجيش اللبناني. ليس هناك من إشكالات واضحة بين القوى الأمنية والمعتصمين والثوار، ولكن سوف ننتظر الساعات المقبلة ماذا ستحمله من كر وفر هنا على جسر الرينج. المسلك الشرقي والمسلك الغربي لجسر الرينج تمر السيارات على هذه الطرقات بطريقة طبيعية في هذه الأثناء. المطلب في السياسة مطلب وحيد لا يزال لدى الثوار، وهو الإسراع في تشكيلة حكومية من أخصائيين محايدين يمهدون الانتخابات النيابية مبكرة، كون الثورة يعني سحبت الثقة من الطبقة السياسية إن كان على الصعيد النيابي أو على الصعيد الوزاري. هذا كل شيء من على جسر الرينج. كان معكم مروان الدوم، عودة إلى صوت لبنان. شكرا لمندوبنا مروان الأدوم. ننتقل الآن مباشرة إلى أوتوستراد جوني، وتنضم إلينا من هناك مندوبتنا جوزفين أبي غصن. جوزفين مساء الخير. نعم مساء الخير دعاء. بالحقيقة تحرك طلاب جوني وثوار جوني بدأ بعد الظهر اليوم، وهي فعلا ثورة الطلاب. عند الثالثة من بعد الظهر تجمعوا في ملعب فؤاد شهاب وتوجهوا في مسيرة إلى جسر الأبوت وهو الموقع الجديد، ويعمدون على إقفاله. ولكن أعاد الجيش اللبناني منذ قليل فتح هذا الأوتوستراد في جوني عند جسر الأبوت بالاتجاهين، وذلك بعدما تسبب الإقفال من قبل عدد من الطلاب وبوجود أهلهم حتى بمشاكل بينهم وبين عدد كبير من السائقين. وبعد تدافع حصل بين قوة من الجيش اللبناني والثوار وقف عدد من الشبان، تشير بعض المعلومات إلى أنه لأن العدد قد وصل إلى 5 شبان، وعاد عدد منهم إلى الطرقات الداخلية لمدينة جوني ليستمروا يعني في يعني ثورتهم في مظاهرتهم. وفي هذا الوقت أقام الجيش اللبناني حائطا بشريا بين الطرق الفرعية والأوتوستراد في جوني، الأوتوستراد يعني تحت جسر الأبوتر، منعا لتسلل الطلاب من جديد. وهنا يعني تجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من الأهالي رافق الطلاب في مسيرتهم وعبروا عن امتعاض للتعاطي بهذا الشكل من قبل الجيش مع الطلاب. إذن الأوتوستراد أعيد فتحه بالاتجاهين في جوني، ولكن الطلاب ما زالوا داخل الساحات في جوني، يعني داخل الطرق المؤدية إلى الأوتوستراد. من جوني جوزفين أبي غصن، إذاعة صوت لبنان. ونشير في إطار التحركات إلى أن المتظاهرين قطعوا طريق كورنيش المجرعة باتجاه البربير ثم أعاد الجيش فتحها، وكذلك تم قطع الطريق تحت جسر الكولا بالمستوعبات والإطارات المشتعلة. وفي التحركات أيضا مسيرة طالبية من الجديد وصولا إلى جل الديب تأكيدا على استمرار الثورة. إلى ذلك قطع محتجون بالإطارات المشتعلة الطريق الدولية عند مدخل صوفر وأبقوا على مسرب واحد لمرور السيارات. وعلى طريق جديدة زحلي سجل اعتداء على الثوار وتكسير لخيمتهم لدى مرور موكب لمسؤول حزب الله خضر زعيتر. وفي زحلي أفيد عن سقوط جرحى في احتكاكات بين المتظاهرين والجيش على أوتوستراد زحلي. كذلك سجل تحرك لثوار جبيل أمام شركة الكهرباء وانتقلوا بعدها في مسيرة في السوق التجاري.
إلى ذلك نفذت وقفة احتجاجية أمام ثكنة الحلو للمطالبة بالإفراج عن موقوفين في أحداث شارع الحمرة، وتجمع أهالي الموقوفين أمام الثكنة وعمد عدد من الشبان إلى قطع الطريق طريق مارلياس بالاتجاهين، لكن قوة من مكافحة الشغب أعادت فتحها وألزمت المعتصمين بالوقوف إلى جانب الطريق. نحن أولادنا جوا عم تنضرب، هني ما جوعوا العالم، ما فقروا العالم، ما شحدوا العالم، ما ذلوا العالم. البنك إذا أنت مقصد سيارة خيي، إيه وما معك تدفع حق للسيارة حق القصد، بيجي بياخذ لك السيارة صح؟ طب البنك معه مصرياتي وما عم يعطيني مصرياتي، أنا بدي صادر مصاري تبع البنك أملاك البنك لحد ما آخذ مصرياتي من البنك، حقي هيدا، حقي. المحامون المكلفون الدفاع عن الموقوفين طالبوا بترك الشبان رهن التحقيق ومتابعة التحقيقات بشكل طبيعي ومحاسبة من يظهر مرتكبا. نحن اللي طلبناه هو انه ينتركوا الشباب رهن التحقيق حاليا، تتابع التحقيقات والاجراءات القضائيه والامنيه، واذا في اي مرتكبين يتم الادعاء عليهم، اذا ما في مرتكبين بينتركوا عادي، وانما مش مقبول يبقوا الشباب موقوفين جوا لانه نحن بعدنا عم نتابع تحقيقاتنا ما عارفين اذا هالشخص مرتكب او غير مرتكب. في ضغط شارع معتبر انه توقيف هول الشباب 57 مع كل التصريحات السياسيه اللي صدرت اليوم من سياسيين هو نوع من التحالف ما بين الطبقة السياسية والمصارف لضرب هذه الثورة وضرب الحراك بالشارع. وقبل الدخول في ما حصل من أحداث شغب في شارع الحمرة ليلى أنس، سننتقل الآن مباشرة إلى طرابلس مع مندوبتنا روعة الرفاعي. روعة تفضلي. نعم، يستمر في مدينة طرابلس قطع الطرقات، فإلى جانب الطرقات الرئيسية منطقة البحصاص أوتوستراد البالما، المينا البيستاشيو، أوتوستراد المينا بيروت، كلها مقطوعة منذ بعض الوقت. تم قطع أيضا دوار السلام، قطع طريق التباني، أوتوستراد التباني في المسلكين، قطع طريق وادي هاب، قطع طريق الشلفي. إذن المحتجون ينشطون في سبيل قطع أكبر عدد ممكن من الطرقات باعتبارهم يقولون بأنها وسيلة ضغط مهمة. بعد قليل سينطلق أيضا من ساحة النور عدد من الطلاب للاعتصام أمام مصرف لبنان، وهناك أمام مصرف لبنان نجد هناك تواجد لقوى كبيرة من الجيش اللبناني وعناصر قوى الأمن الداخلي طبعا، وعدد كبير من الطلاب الجامعيين في ساحة النور يؤكدون على أن تظاهرتهم ستبقى سلمية، حتى في التصعيد ستبقى سلمية. إذا نبقى معكم بكل جديد لنوفيكم فور بدء الاعتصام أمام مصرف لبنان. هذا كل شيء. أعلنت قوى الأمن أن الاعتداءات في شارع الحمرة أدت إلى إصابة 47 عنصراً وتوقيف 59 شخصاً. المشهد في شارع الحمرة بعد أحداث الأمس أضرار وبدء الإصلاحات، مجدولين عيد والتفاصيل. بعد المواجهات التي حصلت بالأمس استعاد شارع الحمرة اليوم حركته الطبيعية، زحمة سير، المحلات التجارية فتحت أبوابها كالمعتاد في وقت قام العمال بإصلاح الأضرار التي تركزت على المصارف دون غيرها، ولحق التكسير والتحطيم بواجهاتها الزجاجية وأجهزة الصراف الآلي وكاميرات المراقبة ولا سيما في مصرف لبنان. ولكن في ظل هذه الأجواء ما رأي المواطنين بهذا الأمر؟ طبعا يسكروا، لشو لتوقف العالم جوا تنزل؟ هلأ العالم اللي زعلان تكسرت إزاز مصارفهم، إذا فاتوا لجوا بدهم يقبضوا مصاري رح يعطون؟ ما عم نشوفهم عم يبكوا عم ينزلوا. ما بيأثر العبير حقهم سلب. ايه مفروض يحرقون، ما بيأثر مفروض يحرقون، مفروض كلهم هاو تطلع النار فيهم. ايه لأن هاو عم يقبضوا حقهم من الشعب اللبناني وقبضهم سلب، لأن اللي عنده مصاري بالبنك ما عادش يقدر يوصل. حبيبتي ليك المصارف قدامك بينحكى بتشكات عم توصل على الصيارفة بالملايين الدولارات، ولك منين عم بيجيبون لو ما متفقين مع المصارف؟ أول شيء هيدي مش نتيجة أعمال الشعب اللبناني، مهما كانت ظروفه صعبة، المقصود منا مصارف ونظام.
جريت ولازم يصير أكتر من هيك أكتر من هيك. بس يعني مصارف بس تفادوا لو قدروا فاتوا وجابوا على المصاري إذا كان في مصاري كان جريت. اليوم فتحت هذه المصارف أبوابها وعمل بعضها بشكل طبيعي وأرجى الآخر الأمر إلى حين الانتهاء من الترميم. من شارع الحمراء مجدلين عيد، صوت لبنان. الرئيس نبيه بري دان باسمه وباسم مجلس النواب ما جرى في بيروت وخصوصا في شارع الحمراء ووصفه بغير المقبول، وإذا اعتبر أن ما حصل مقصود طالب بمحاسبة المرتكبين لأي طائفة انتموا. رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري رفض تحميل ما جرى لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف أو ربطها بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان الذي قال إنه يتعرض لحملة اقتلاع معروفة الأهداف. وأكد الحريري أنه لن يقبل أن يكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تأخذ البلد إلى الخراب، لافتا إلى أنه في حكومة تصريف الأعمال ولن يقبل تحت أي ظرف أن يترأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة ومدانة بكل المقاييس. جمعية المصارف ناشدت من جهتها القوى الأمنية أخذ التدابير اللازمة لكشف ومعاقبة كل من حرض وخطط وساهم في العمل الهمجي الذي يصيب قطاعاً يجاهد في خدمة الناس والحفاظ على مصالحهم. وأسفت الجمعية للأحداث الصادمة في شارع الحمراء وأعربت عن ثقتها بأن الفاعلين لا يمتون إلى ثوار لبنان الحقيقيين بصلة، بل هم جماعة من الغوغائيين المأجورين والمعروفي الأهداف. رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط قال إن ما حدث أمس تحت حجرة المصارف مستنكر، وأحد أسباب الأزمة المالية رفض بعض فرقاء الحكومة الحالية القيام بالإصلاح في قطاع الكهرباء. يشار في هذا السياق إلى أن الدولار سجل اليوم تراجعاً طفيفاً في السوق الموازية وتراوح بين 2220 و2350 ليرة. ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يانكوبيتش اعتبر عبر تويتر أن السياسيين اللبنانيين يجب أن يلوموا أنفسهم لا الناس على هذه الفوضى الخطيرة. ولفت كوبيتش الذي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن لبنان فريد من نوعه حقا، مشيرا إلى أن محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سليمي يطلب صلاحيات استثنائية لإدارة الاقتصاد بطريقة أو بأخرى على الأقل، في حين أن المسؤولين يراقبون البلد ينهار. وأضاف إن لبنان بلد العجائب، فيه أتعلم كل يوم أن لا شيء مجانيا، وننتظر لنرى إذا كانت الحكومة فعلا خلال أسبوع. أين أصبحت الاتصالات الحكومية بعد الفاصل؟ في منشط المساء ليوم الأربعاء، هل يسقط دياب بضربات الشارع الترجيحية بعدما رسب في امتحان الدخول إلى نادي أهل السلطة؟ وهل التصريف بديل التأليف؟ وكيف السبيل إلى تحرير لبنان من ثلاثية المال والسلطة والسلاح؟ الجواب في منشط المساء مع رئيس تحرير الأخبار في الـ LBCI جانف غالي. منشط المساء بعد نشرة الخامسة والربع، إعداد وتقديم ريتا أسعد. هل المطالبة بالصلاحيات الاستثنائية لحاكم مصرف لبنان لحماية المصارف أم المودعين؟ وكيف دمرت إجراءات المصارف الاقتصاد اللبناني؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس منظمة جستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص، ومداخلة لنائب حاكم مصرف لبنان سابقاً الدكتور محمد بعصيري ومعنيين، الخميس بعد نشرة أخبار الثامنة والربع مع نولي شعبود عبر صوت لبنان. في مزيد من التطورات على الصعيد الميداني، أفدنا قبل قليل عن قطع السير عند مفرق مكسي العالي، كذلك تم قطع السير في منطقة فرن الشباك، وهناك قطع للطريق تحت جسر الكولا بالمستوعبات والإطارات المشتعلة. ماذا يجري في صيدا؟ مع رئيف الملاح مباشرة من هناك. مساء الخير رئيفة. مساء النور دعاء. يعني ينفذ عند الساعة 6 PM من مساء اليوم الحراك الشعبي وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان في
في المدينة تحت شعار رياض سلامي فتحنا حسابك بلش عد. وكانت مدينة صيدا شهدت صباح اليوم وقفات احتجاجية نفذها الحراك الشعبي وعدد من طلاب المدارس والجامعات، ولليوم الثاني على التوالي أمام محل الصيرفة في شارع المصارف في رياض الصلح في صيدا. وقد افترس المتظاهرون الأرصفة في الشارع المذكور مجبرين أصحاب هذه المحال على بيع الدولار للمواطنين بالسعر الرسمي ومنعهم من بيعه بالسوق السوداء. وقد حصل تلاصم بين المتظاهرين وعدد من أصحاب محال الصيرفة الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية لصرف الدولار، حيث أجبروهم سلميا على إقفال محالهم، وبالفعل أقفلت جميع محال الصيرفة في شارع رياض الصلح في المدينة. إلى ذلك دعاء يتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية استثنائية في محيط ساحة إيليا أو ساحة ثورة 17 تشرين عند دوار إيليا. وعلمت صوت لبنان عن مفاوضات تجرى بين الجيش اللبناني ومنظمي الحراك لفتح ساحة إيليا بكافة اتجاهاتها. اليوم فتح الجيش اللبناني مسربين، الأول من جزين إلى بيروت والثاني من صيدا إلى الجنوب. هذا كل شيء دعاء من صيدا. في الاتصالات الحكومية لا تزال الأجواء إيجابية، ومن المرتقب أن يزور الرئيس المكلف حسان دياب عين التيني وقصر بعبدة. هذه الإيجابية تزيد من نسب التفاؤل في ولادة الحكومة إذا ذللت كل العقبات. وكشفت مصادر التيار الوطني الحر بحسب الأو تي في أن العمل جار على حسم بعض الأسماء للحقائب التي كانت عالقة، وأبرزها الاقتصاد والطاقة والخارجية والعدل. وأضافت أنه حتى هذه الساعة العمل جار لحسم الأمور على قاعدة حكومة من 18 وزيراً لا 22 أو 24، مشيرة إلى لقاء حاسم سيجمع الرئيس بري والرئيس المكلف حسان دياب في الساعات القليلة المقبلة. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن اللبنانيين قادرون على الخروج من الأزمة، معربا عن تفاؤله بولادة الحكومة. النائب علي بزي لخص مداولات لقاء الأربعاء النيابي. سيكون للبنانيين حكومة قريبة، ونحن على ثقة أن لبنان واللبنانيين لن يفقدوا الأمل وقادرون على الخروج من الأزمة الراهنة، وقدرهم دائما الانتصار على كل الأزمات. بري حدد جلسة لمناقشة الموازنة في 22 و23 من الجاري إلا إذا شكلت الحكومة، فعندها الأرجح أن تسبقها جلسة الثقة للحكومة. وطمأن صغار المودعين إلى استعداد مجلس النواب لحفظ حقوقهم. وضع دولة الرئيس السادة النواب في أجواء الجلسة النيابية مع حاكم مصرف لبنان مطمئنا اللبنانيين حيال جنى عمرهم قائلا ثمة إجراءات يجري العمل على إعدادها وإخراجها إلى حيز التطبيق من أجل حماية مال الناس. عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب سارج داغر اعتبر أن ولادة الحكومة أمام ساعات حاسمة، مشددا في حديث للأم تي في على أن الشعب اللبناني أثبت أنه شعب حي. الكل مستفيد من محاولة تركيب حكومة. هلأ بفتكر نحن عم نعيش ساعات الأخيرة، مطرح ما الرئيس المكلف رح يجرب قد ما فيه يشد أسامي هو عباله، الأفريقاء الآخرين رح يجربوا تيساعدوه يعطوا أسامي منا نافرة، يجربوا يركبوا أسامي جيدة لا يجربوا يقطعوها بالشارع. رح يجربوا تركب حكومة يا بتعجبهم وبيعطوه ثقة، يا ما بتعجبهم وبيحجبوا عنا الثقة، بيكون سقط التكليف فعليا. مهم ما ننتهي بحكومة هاشري بربارة. الانترنت، ما دقة المخاوف من انقطاعها؟ رنا ريشة والتفاصيل. بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأثير شح الدولار على القطاعات كافة، ها هو قطاع الاتصالات يشعل الضوء الأحمر من خلال هيئة أوجيرو التي أنذرت بوقوع أزمة انترنت ستطال القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من تطمينات المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية أن وزارة الاتصالات لن تسمح بانقطاع خدمة الإنترنت في البلد ولا مشكلة في الوقت الحالي أقله في العام 2020، إلا أن الواقع قد يبدو مخالفاً حسب الخبير المتخصص في قطاع الاتصالات مجدي عارف. شركة أوجيرو طمنا أنه هالسنة بس ما حينقطع الإنترنت، علماً أنه الكلفة لأمام كتير واطي، يعني اليوم بكلف الدولة 4 مليون دولار بس حتى تجيب الإنترنت على 2، بينما تفوت لأكثر من 300 مليار ليرة بالسنة. فاليوم نحن ليش حاطين رقبتنا بشركة واحدة محتكرة؟ بينما في دول تانية مثل الإمارات وسنغافورة عندهم 25 خط و 26 خط، وفي شركات هن اللي عندهم هذه الخطوط. يعني اليوم بقى في قطاع اتصالات بالعالم هو اللي بإيد الدولة، اليوم كل الشركات هي اللي بتوزع الانترنت بالعالم، و
ونحن ما فينا نحط حالنا تحت احتكار شركة واحدة، وإذا ما قدرت اليوم تدفع بنفوت بمشكلة كبيرة. يعني أقل الخدمات بلبنان بدها انترنت، وخصوصي إنه نحن اليوم مرتبتنا كتير سيئة بالإنترنت من آخر، يعني مرتبتنا 164 بالعالم. أما عن الخطوات التي يجب أن تتخذ لإعطاء ضمانات في موضوع الإنترنت لما بعد العام الحالي، فقال عارف: ما أول شيء فيها تعمل الدولة هي تسمح لشركات تانية هي تجيب خطوط إنترنت. مدى ما سمحوا لشركات هي تمد خطوط بحريه للانترنت وتغيب الانترنت على لبنان بطل عنا هالمشكله اساسا، وبصير الشركات هي بتتنافس بين بعضها لتعطينا خدمه احسن، يعني بطل عنا خدمه سيئه للانترنت بلبنان. والموضوع كتير سهل، يعني بس عليها الدوله انه تخلي شركات تانية تفوت، بنشوف انه الخدمه حتتحسن بشكل كتير كبير، والكلفه على المواطن حتقل، وما حيعطل هم انه والله يمكن بكره ما يكون عندي انترنت. اذا لبنان وعلى الرغم من التطمينات فهو امام استحقاق كبير يهدد وجود الكثير من الشركات والمستثمرين والخدمات العامه، فهل يتحرك المعنيون قبل وقوع ازمه جديده؟ رنا ريش عيد، صوت لبنان. ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بجناية القتل القصدي على الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الأولى منصور. واستندت القاضية عون في الادعاء إلى المادة 547 المتعلقة بالقتل، معطوفة على المادة 229 المتعلقة بالدفاع عن النفس، وتتراوح مدة العقوبة بين 15 و20 سنة سجن. قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقالة الحكومة برئاسة ديمتري ميدفيديف الذي أعلن أن الحكومة التي يرأسها ستستقيل لإتاحة الفرصة للرئيس بوتين لتنفيذ تغييرات يريد إدخالها على الدستور. ميدفيديف أدلى بهذا الإعلان على التلفزيون الرسمي، وإلى جواره بوتين الذي عرض على ميدفيديف تولي منصب نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده ستعيد فرض العقوبات الدولية على إيران سريعاً نظراً لتفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا رسمياً لآلية تهدف للمساعدة في فرض الاتفاق النووي على إيران. توقع معهد التمويل الدولي أن تنخفض احتياطات إيران إلى 73 مليار دولار بحلول شهر آذار المقبل. أشار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى أن بلاده ليست متشائمة حيال الملف الليبي، وقال إن اللواء خليفة حفتر لا يريد سلاما في ليبيا وإنما حلا عسكريا. وافقت الملكة إليزابيث الثانية على تخلي الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل عن مهامهما الملكية وبدء حياة جديدة. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو غدا غائم مع ارتفاع ملحوظ في الحرارة ورياح ناشطة من حين لآخر واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء. كان في هذه النشرة كر وفر على جسر الرينج وموقف ليلة الشغب في الحمرة في ثكنة الحلو وسط تحرك احتجاجي. الدولار يسجل تراجعا طفيفا عن 2400 ليرة، وكوبيتش يشيد بأداء سلامي في وقت لا يقوم السياسيون بأي شيء. بري متفائل حكوميا: سيكون للبنانيين حكومة قريبا. بوتين يقبل استقالة ميدفيديف. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الخامسة والربع. بعد النشرة تتابعون البرنامج المسائي ماشة المساء وضيف الليلة رئيس تحرير الأخبار في الـ LBCI جان فغالي.